علو الهمه سبيل الامم المتحضره الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد فان الدين الاسلامي بتعاليمه الراقيه يحث الناس على علو الهمه والجد والاجتهاد والاعمار وينهى عن الكسل والخمول والافساد وهذا ما جاءت به الرسالات السابقه حيث يقول الحق سبحانه وتعالى ام لم ينبا بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا تزر وازره وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم قدر علو الهمه في قوله صلى الله عليه وسلم ان الله كريم يحب الكرم ومعالي الاخلاق ويبغض سفسافها وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تصغرن همتكم فاني لم أرى أقعد عن المكرمات من صغر الهمم وقد قيل من علامة كمال العقل علو الهمة ولله در أبي الطيب المتنبي في قوله ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام على أن علو الهمة ليس قاصرا على مجال معين وانما ينبغي ان يتحقق في كل ما يقوم به الانسان في حياته ومن ذلك العباده فلقد حفز الشرع الشريف على المسارعه والمسابقه في ميدان العباده حيث يقول تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقد ضمن الحق سبحانه وتعالى جزيل الأجر لمن سعى وجدّ واجتهد في عبادته. فقال سبحانه: ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا وكان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب همه عاليه في كل شؤون حياته ومنها عبادته فقد خاطبه ربه سبحانه وتعالى قائلا يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا فكان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدماه وعندما سئل في ذلك قال صلى الله عليه وسلم افلا اكون عبدا شكورا وما اكثر تحفيزه صلى الله عليه وسلم اصحابه وامته على التميز وعلو الهمه يقول نبينا صلى الله عليه وسلم فاذا سالتم الله فسلوه الفردوس فانه اوسط الجنه واعلى الجنه وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر انهار الجنه وعن ربيعه بن كعب رضي الله عنه قال كنت ابيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل فقلت اسالك مرافقتك في الجنه قال او غير ذلك قلت هو ذاك قال فاعني على نفسك بكثره السجود وعلو الهمه في العباده يقتضي حسن ادائها وان يظهر اثرها في سلوك الانسان واخلاقه فلا يكذب ولا يخون ولا يغش ولا ياكل اموال الناس بالباطل فيتوافق اداء العباده مع الغايه منها فتتحقق الاستقامه التي هي اساس هذا الدين القويم ومن اهم ميادين علو الهمه ميدان العلم فقد امرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله تعالى علمًا نافعًا يعود أثره على خلق الله تعالى جميعًا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا الله علمًا نافعًا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. فالعلم النافعُ هو السلاح الحقيقي الذي تقوى به الدول وتتقدم به الامم فما تقدمت دوله الا بالعلم وما تخلفت اخرى الا بتكاسلها وتاخرها في ميدان العلم وكان الصحابه والتابعون رضوان الله عليهم اعلى الناس همه في طلب العلم فهذا سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، كان ذا همة عالية في طلب الحديث، وكان يقول: لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس الوادي ولا صفق بالأسواق، إنما كنت أطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة يعلمنيها فقال ابن عمر رضي الله عنه يا ابا هريره كنت الزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم واعلمنا بحديثه ويقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان ليبلغني الحديث عن الرجل فاتيه وهو قائل فاتوسد ردائي على بابه فتسفي الريح على وجه التراب فيخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول لا، أنا أحق أن آتيك، فأسأله عن الحديث وقال إسماعيل بن يحيى سمعت الشافعي رحمه الله يقول حفظت القران وانا ابن سبع سنين وحفظت الموطا وانا ابن عشر سنين وكان الامام احمد رحمه الله يحفظ الف الف حديث وقيل كان الامام النووي يحضر في اليوم اثني عشر درسا كما جد علماؤنا القدامى في حمل امانه العلم في كل مجالاته وبلغوا رسالته للناس بكل تجرد ارضاء لله تعالى ونفعا للبشريه كلها فسجلوا بذلك اسماءهم وعلومهم بحروف من نور في ذاكره التاريخ قال تعالى فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض ومن ميادين علو الهمه العمل فقد اعلت الشريعه من شان العمل ورفعت منزلته حيث ربط القران الكريم بين العباده والعمل وجعلهما قرينين وفي ذلك يقول الحق جل شانه فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقد وعد الله عز وجل من احسن في عمله بالحياه الطيبه في الدنيا والنعيم المقيم في الاخره فقال الله سبحانه من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون وقال تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وليس ادل على شرف العمل من ان جميع الانبياء عليهم السلام كانوا يعملون فكان ادم وابراهيم ولوط عليهم السلام زراعا وكان نوح عليه السلام نجارا وادريس عليه السلام خياطا وصالح عليه السلام تاجرا وداود عليه السلام حدادا قال تعالى ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير فالإنسان تعلو قيمته ويشرف بما يجيد ويحسن فالعمل خير من سؤال الناس. يقول صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. وليس المراد مجرد العمل، وإنما المراد إتقان العمل. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على ان يكون لكل فرد عمل طيب ينفع به نفسه وغيره يقول صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقه فقالوا يا نبي الله فمن لم يجد قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق قالوا فان لم يجد قال يعين ذا الحاجه الملهوف قالوا فان لم يجد قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فانها له صدقه فحث صلى الله عليه وسلم من يعجز عن العمل على الإمساك عن ضرر الناس، وجعل ذلك عملاً يثاب عليه؛ لأنه وقى الناس من شروره وضرره. ومن أعلى درجات الهمة، الهمة في خدمة المجتمع، وإعانة الضعيف، وإغاثة الملهوف، وقضاء حوائج المحتاجين، والنجدة والشهامة. فقد جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اي الناس احب الى الله واي الاعمال احب الى الله عز وجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الناس الى الله انفعهم للناس واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملا الله عز وجل قلبه امنا يوم القيامه ومن مشى مع اخيه في حاجه حتى اثبتها له اثبت الله عز وجل قدمه على الصراط يوم تزل فيه الاقدام اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اخوه الاسلام ان من اجل الميادين التي ينبغي ان نتنافس جميعا فيها وان نكون اصحاب همه عاليه خدمه الوطن فخدمه الوطن من الايمان وقد امرنا الله تعالى بالتنافس في ميدان الخير والنفع الذي يعود اثره على الوطن حيث يقول الحق سبحانه وتعالى فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وقد مدح الله جل شانه عباده الذين يسارعون في بذل الخير للناس وبين سبحانه ان ذلك الخير ينفع صاحبه في الدنيا والاخره يقول تعالى انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين بعلو همه ورغبه في نفع الناس وثقه كامله في فضل الله تعالى وتوفيقه ومن الهمه العاليه الهمه في بناء الاوطان وتحمل المسؤوليه المجتمعيه والمنافسه في اعمال البر من صيانه المساجد وبناء المدارس وتجهيز المستشفيات وعلاج المرضى فكل ذلك من الصدقات الجاريه حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم سبع يجري للعبد اجرهن من بعد موته وهو في قبره من علم علما او كرى نهرا او حفر بئرا او غرس نخلا او بنى مسجدا او ورث مصحفا او ترك ولدا يستغفر له بعد موته فما اجمل ان يكون بيننا تنافس في خدمه الوطن الذي يحتوينا جميعا ويعود خيره وفضله على جميع ابنائه ونحقق ذلك بالتكاتف والاتحاد والوعي والتراحم ومد يد العون للجميع، فالوطن لنا جميعا ويتقدم بنا جميعا، ولسنا أقل إرادة ولا قوة ولا جهدا من غيرنا، فنحن أصحاب الحضارة والأصالة والتاريخ، ولا بد أن نعلم أن تحقيق السبق والتفوق يتطلب اقتحام الصعاب والاهوال وانكار الذات فالمكارم منوطه بالمكاره والمصالح والخيرات لا يتوصل اليها الا بالجهد والمشقه ولله در ابي تمام في قوله بصرت بالراحه الكبرى فلم ارها تنال الا على جسر من التعب اللهم ارزقنا همما عاليه نحوز بها السبق والفضل والتقدم والرقي فيما ينفعنا في الدنيا والاخره واحفظ ديننا وبلادنا وسائر بلاد العالمين